عندك كام سنة يا بلال؟ 15. ايه علاقتك بالضف؟ انت كنت بتحبتها منين؟ يعني شفتها فين وحبيتها كنت منين؟ بشوف بقى الناس بيعملوا بقى زي بقعد يطبلوا والزفة وكده، بقى حبيتها خلاص. فحبيت تغواها ان انت عايز تتعلمها. اه لو قابلت زيزو فين؟ الجزيرة جوا. طب انت اتعلمت الطبلة دي فين؟ كنت نفسي اتعلم العود بس صعب شوية، قلت اتعلم الطبلة بقى. طب قول لي، انتوا بتستخدموا ايقاعات كتير بقى في الاغاني النوبية اللي بتغنوها، جاي زي ايه مثلا؟ زي قال الهولي. طب ما توريني كده الهولي ده يعني ايه؟ توريني كده. في انواع تانية ايوه في بتستخدموها في الغنى النوبي زي ايه تاني؟ زي المكسوم. المكسوم ده المقسوم المصري بتاعنا ايوه العادي العادي اللي هو زي ايه كده؟ وريني كده الضف بيعمله ازاي المقسوم. وايه تاني؟ سكي اسرع او السكي السريع. السريع النوبي.